الجميل في هذا المشروع انه هو كل شيء فيه بحريني، تصميم تنفيذ بحريني. مون لايت جاليري يعني هي الفكريات من الموسيقى، انا احضر دائما الامسيات الموسيقيه في مركز الشيخ ابراهيم، والفكريات من هناك. الهمني موسيقار فرنسي رينول كاباكون، قبل 6 سنوات ونص كان عنده اقدم آلة كمان يعزف عليها في العالم. يعني المكان طبعا هو فريد من نوعه، كل قطعة فيها لها قصة، وبلشت فيهم يعني ستيب باي ستيب. عندنا كوفي شوب في الدور الأول، لقاء يعني المثقفين، ممكن شعراء، وفي نفس الوقت عندي المكان هني يعني شيء يتعلق عن الحرب والسلام. طبعا عندي شجرة البحرين تمثل، هي كانت هذه الشجرة مرمية، هي قلب الجاليري. الشجرة كانت هذه مرمية في منطقة من مناطق البحرين، فبالتالي شفت الشخص يقطع في الأشجار هذه، فبالتالي على طول رحت لقيت أن أنا أريد هاي الشجرة. عندنا آلة الفايلن، هي آلة أول قطعة أنا أسويها، دخل فيها التكنولوجي، فعملت القطعة، هي أول قطعة اللي تشوفين مثلا موسيقى أو السبيكر من خلال هذه والآيبود. عندي قسم عن البيئة البحرية والبيئة بشكل عام، يعني مصمم آلة بيانو على شكل قرش، وأنا من المحبين يعني الأسماك القرش والدفاع عن الحفاظ على هاي الحيوان. أنا أطلعنا للعالمية، لأن كل من يزور المكان يقولون مكانك على مستوى العالم، وهذه شرف لي أنا صراحة، يعني إن أنا قدرت أوصل المسج وقدرت أقول البحرين ولادة للمبدعين، فلندعمهم.